خلع مفصل الكتف. الكتف أكثر مفاصل الجسم حركة مما يجعله عرضة للخلع. خلع الكتف هو إصابة يخرج فيها رأس العضد من الجوف الحقاني. بمجرد أن يعاني الشخص من خلع في الكتف، قد يصبح مفصله غير ثابتاً ويصبح عرضة للخلوع المتكررة. الإصابات المرافقة: ما يصل إلى 90% من حالات الخلع الأمامي لأول مرة ستصاب بآفة بانكارت، وهي انفصال الشفة الأمامي السفلي عن الجوف الحقاني. قد تترافق قصور الجوف الحقاني مع الخلوع الرضية. كسر في رأس أو عنق عظم العضد أو الحدبة الكبرى. تكون نسبة تكرار حدوث الخلع أقل عندما يترافق لأول مرة بكسر في الحدبة الكبرى. آفة هيل ساكس، وهي كسر انضغاطي في رأس العضد الخلفي عندما يستند الرأس المخلوع على الجزء الأمامي السفلي من الجوف الحقاني، مما يغير شكل رأس العضد ويمكن أن يعيق حركة الزراعة الطبيعية. في بعض الأحيان لا يمكن رؤية آفة هيل ساكس إلا باستخدام تصوير الطبق المحوري. تشمل الإصابات المرافقة الأخرى أذية العصب الإبطي التي تتظاهر بفقدان الإحساس بوخز الدبوس في منطقة العضلة الدالية. قد تصاحب تمزقات الكفة المديرة خلوع مفصل الكتف الأمامية والسفلية. الأسباب: الإصابات الرضية، الحوادث بما في ذلك حوادث السير، السقوط المباشر على الكتف أو الذراع الممدودة، نوبات الاختلاج كالصرع، أو الصدمات الكهربائية التي يمكن أن تسبب تقلصات عضلية تسحب الذراع من مكانها. أنماط خلع الكتف: هناك ثلاثة أنماط لخلع الكتف. الخلع الأمامي: ينزح رأس العضد إلى الأمام باتجاه مقدمة الجسم. هذا هو النوع الأكثر شيوعاً لخلع الكتف، ويمثل أكثر من 95% من الحالات. الخلع الخلفي: أقل شيوعاً من الخلع الأمامي، وينزح فيه رأس العضد باتجاه الجزء الخلفي من الجسم. الخلع الخلفي هو الخلع الأكثر حدوثاً بنوبات الاختلاج أو الصدمات الكهربائية. قد يكون من الصعب كشف الخلع الخلفي في صورة الأشعة السينية الأمامية الخلفية. لاحظ شكل المصباح لرأس العضد وهو بحالة دوران. يدعى هذا المنظر علامة المصباح. الخلع السفلي: ينزح فيه رأس العضد إلى الأسفل، وهو النوع الأكثر ندرة. الأعراض: تشمل أعراض خلع الكتف ما يلي: ألم شديد في الكتف، تحدد حركات الكتف، كدمات أو سحجات في الكتف إذا كان المسبب رد، تشوه في شكل الكتف. التشخيص: أثناء الفحص السريري سيفحص الطبيب الكتف المصاب بحثاً عن إيلام أو تورم أو تشوه. سيبحث الطبيب عن التنميل في الجزء الخارجي من أعلى الذراع، وهو علامة على إصابة العصب الإبطي. ستظهر الأشعة السينية لمفصل الكتف الخلع، وقد تكشف كسراً في العظام أو أزياء أخرى. من المهم البحث عن وجود كسر غير متبدل في عنق العضد في الصورة الشعاعية حتى لا يتم تبديل هذا الكسر أثناء محاولة رد الخلع. كثيراً ما تكون هناك حاجة إلى طرق تصوير متقدمة، بما في ذلك التصوير الطبقي المحوري أو التصوير برنين المغناطيسي أثناء اتخاذ القرار عند الرياضيين. العلاج: الرد المغلق للخلع. يوجد العديد من الطرق الممكنة لرد الخلع. في الخلع الأمامي يتم تطبيق الشد اللطيف على الذراع المصابة، ويقوم المساعد بتطبيق شد عكسي قوي على الصدر باستخدام ملاءة. يقوم الطبيب بتدوير الكتف خارجيا لفك رأس العضد المخلوع. في بعض الأحيان قد يساعد الضغط الخفيف على رأس العضد. في الخلع الخلفي يتم تطبيق شد لطيف ومستمر على الذراع والمرفق بوضعية سني. أثناء تطبيق الشد يتم تدوير الذراع خارجيا. طبق ضغط على الطرف الخلفي لرأس العضد باتجاه الأمام. في الخلع السفلي تطبيق شد محوري مستمر على الذراع وهو بوضعية تبعيد. قم بزيادة درجة التبعيد مع الضغط على رأس العضد باتجاه الأعلى. عادة ما يتم تحديد نجاح الرد من خلال طاقة محسوسة خفيفة وعودة الحركة للمفصل. نظرا لأن المفصل يمكن أن يخلع تلقائيا بعد الرد الناجح، فلا تؤخر تثبيت المفصل بأجهزة التثبيت. مدة التثبيت القياسية بعد الرد تتراوح من 3 إلى 6 أسابيع إذا كان المريض أصغر من 40 عاماً، ومن 1 إلى 2 أسبوع إذا كان المريض أكبر من 40 عاماً، و6 أسابيع في حالة وجود كسر مرافق.
في حالة الخلع الخلفي، ثبت الكتف في وضعية دوران خارجي 20 درجة وبتبعيد خفيف. يجب إجراء التصوير الشعاعي بعد الرد لضمان الانتظام الجيد لمكونات مفصل الكتف. يتم وصف المسكنات ومرخيات العضلات. خلال أول يومين قد يساعد وضع كيس من الثلج على الكتف 3 مرات يوميا لمدة 15 إلى 20 دقيقة إلى تقليل التورم وتخفيف الألم. نوصي عادة بالعلاج الفيزيائي لمدة 4 إلى 6 أسابيع كجزء من خطة العلاج، لكن وقت التعافي يعتمد على عمر المريض، صحته العامة، شدة الخلع، وما إذا كان الكتف قد أصيب من قبل. العودة إلى الرياضة أو الأنشطة البدنية اليومية بعد 3 إلى 6 أشهر. العديد من العمليات الجراحية يمكن أن تجرى لعلاج خلع الكتف. يتم تحديد الاستطباب ونوع الجراحة بناء على عدة عوامل كالإصابات المرافقة، إذا كان الخلع قابل للرد المغلق أو لا، وعمر المريض ومهنته. إصلاح أزياء بانكارت بالتنظير. تستطب هذه الجراحة في خلع الكتف الرضي لأول مرة مع إصابة بانكارت مؤكدة بالتصوير برنين المغناطيسي عند الرياضيين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، والخلع المتكرر أكثر من مرة واحدة بعد العلاج غير الجراحي. لإصلاح أزياء بانكارت يقوم الجراح بحفر بعض الثقوب الصغيرة في العظم على طول حافة الجوف الحقاني. يتم وضع براغي خاصة تسمى أنكورز في هذه الثقوب. تسحب القطب شفى الحق باتجاه الأنكورز. هذه القطب تعيد الشفاء إلى مكانه الطبيعي. تقنية غمبلساج لعلاج إصابة الهيل ساكس. يمكن إجراء عملية الغمبلساج كإجراء مرافق لإصلاح إصابة بانكارت لمعالجة خلل الهيل ساكس الكبير أكثر من 25% من رأس العضد. الغمبلساج هو إجراء يتم فيه إدخال محفظة الكتف الخلفية ووتر العضلة تحت الشوك ضمن انخساف الهيل ساكس، مما يؤدي إلى تحويل موضع الإصابة من داخل المفصل إلى خارج المفصل. يتم تنفيذ الإجراء عن طريق وضع أنكر واحد أو اثنين في قاع الآفة. يستطب إجراء نقل الناتئ الغرابي أو إجراء لترجي في حال فقدان عظمي أكثر من 25% من مساحة الجوف العنابي، وعندما لا يمنع الإصلاح الجراحي للشفة الخلع المتكرر. يتم تحرير الناتئ الغرابي من قاعدته مع الوتر المشترك. يتم حفر ثقوب الناتئ الغرابي المقطوع. تشق العضلة تحت الكتف التي تمر أمام مفصل الكتف وفقا لاتجاه اليافها. يتم كشف الجوف الحقاني وتجهيزه لاستقبال الناتئ الغرابي. يتم تمرير الناتئ الغرابي المقطوع مع الوتر المشترك من خلال العضلة تحت الكتف، ويتم تثبيته على حافة الجوف العنابي باستخدام براغي توضع في الثقوب المحفورة مسبقا، مما يؤدي إلى زيادة سطح الجوف العنابي وثباتية المفصل، ويوفر الوتر المشترك والعضلة تحت الكتف ثباتا إضافيا. يتم تثبيت الكتف بوشاح لراحة الكتف وتأمين الشفاء. يجب على المريض ارتداء الوشاح أثناء النوم لمدة 3 إلى 6 أسابيع بعد العملية. يصعب العلاج الطبيعي لمدة 3 أشهر، وبعد ذلك يمكنك العودة إلى الأنشطة المعتادة، العودة إلى الرياضة بعد 4 إلى 6 أشهر من الجراحة.